كاينه راه مريضه وخاصني انني كون كانت الامكانيات كون ديتها للطبيب النفسي. انت راه ماشي خصك الطبيب النفسي نتوما، ماشي حاجه خصك الطبيب، ما حتىش نقول لك ديالاش الطبيب زعما الطبيب ديال ادسنس. والله انا ما تتبعتش، ما عندوش فلوس مسكين كيدخل 10 مليون في الشهر اللي ما عندوش. السلام عليكم مشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير لانتم والناس عزاز عليكم. لي لايك والتعليق والبارطاج فضلا وليس امرا. اليوم معايا واحد الضيفه اللي كاملين كتعرفوها، يوميات فاتي فلوغ، الصديقه ديال سعاد جوهره مغربيه، عندها قناه في يوتيوب يوميات فاتي فلوغ. كنتمنى تابوناو عندها، غتلقاو الرابط ديال القناه ديالها في اول تعليق غادي نثبتو ليكم. المهم كما شفتوا خرجت بواحد الفيديو اللي ما عجبناش كاملين واثرات فينا كاملين، واحد الفيديو كتبكي فيه. انا بحكم الصداقه بيني وبينها لاني تعرفت على نهار تلاقيت مع سعاد في البحر، هي ولد خالتها هو راه الصديق ديالي، قلت لها والو داك الفيديو ما عجبنيش خاصك تبدلي الجو اختي. وهذه خرجت انا وياها وجوج ولاد اختها، خرجنا نديرو كافي هكا ونعطي لكم التحيه. السلام عليكم المتتبعات والمتتبعين ديال ياسين فلوغ، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. وانتم تشاهدوا هذا الفيديو هذا، صراحه كنا تلاقينا انا وياسين من كانت اختي سعاد هنايا، تلاقينا في البحر. صراحه ياسين الله يعمرها سلعه واحد الولد اللي هو اول مره نتلاقى معاه هذاك النهار، وبقى عندنا اتصال بيني وبينه وبين العيد اختي اسامه. المهم مسكين من بعد ما نزلت هذاك الفيديو راه كلشي اثر في هذاك الفيديو، وانا تنبكي اللي كنحط هذاك مسقط كلشي بقى في هذاك الفيديو. تواصل معايا قال لي اختي فاطمه زهره واش ممكن نخرجوا تبدلي شويه الجو ونتلاقوا مع بعضياتنا ونشربوا شي قهوه. قلت علاش لا، اللي ما نخرجش معاه راه بحال الاخ ديالي الصغير. دابا انا اختك الكبيره ياسين من هنا الفوق، انا تنقولها لي تنقول لي نخرج لك اليوتيوب نعطيك الراس. قلت لي قلت لي شوف ياسين انا راه اختك الكبيره، لا المهم الفرقع عطيه ولكن انا عندك تعطيني. شوفي الفرقع بلا ما توصيني على المشاهدين كيقول لي عطيه الشحط عطيه الشحط المشحمه. المهم ياسين انا لا 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 تيقطعتي الصراحه، انا اختك، المهم انا اختك الكبيره. والمهم هادشي اللي كاين اخوتي، المهم نتوما شفتوا هذاك الفيديو اللي كنحط راه صراحه ماشي انا هذيك تمثيل مني ولا هذاك المهم مجامله، هذاك الفيديو كان ضرني لواحد الدرجه انني هذيك الليله تاثرت نفسيا. يعني علاش؟ مادام هو كان قال بان في هذاك الفيديو بان ماشي لي انا، والناس دخلوا عندي في الكومنتير قالوا لي لواحد السيده اللي هي مريم، تحيه ليها كبيره، تحيه ليها كبيره، ما عندها لا قناه لا والو، وخرجتي تعاير معاه هو راه ما تيقصدش وقيلا مريم، تيقصدنا كاملين هذوك الناس اللي ما عندناش الاولاد، ولكن ماشي حنا اللي غادي نخلصوه، ربي اللي غادي يخلصوه. وغادي تسنى غادي تسنى شنو غادي يوقع ليها ياسين يا خالي، مازال غيتخلص في الدنيا قبل الاخره. مازال انتما غادي تشوفوا غادي تنوب دوك الوليدات، جوج الوليدات اللي ما كيصرفش عليهم وهامله مع الام ديالهم، غير تنوب ديك سعاد ديك الام اللي خارج ولادها كيضربوا فيها، كيخرج ديك الممسخه حاجات ديال مراته اللي كتضرب فيها. هنا راه بزاف دوك الدنوب غيخلصهم. وكما قلت لك قبيله في الفيديو ديالك راه واحد الفيديو، لا بلاتي سمح لي قطعتك، البارح خرج واحد الفيديو وتيقول ليهم المتتبعين عاونوني دابا انا ما كرهتش السيده مسكينه راها مريضه وخاصني انني كون كانت الامكانيات كون ديتها للطبيب النفسي. انت راه ماشي خصك الطبيب النفسي نتوما، ماشي حاجه خصك الطبيب، ما حتىش نقول لك ديالاش الطبيب زعما الطبيب ديال ادسنس. والله انا متتبعات، ما عندوش فلوس مسكين كيدخل 10 مليون في الشهر اللي ما عندوش، ما عندوش راه فقير. الله يحسن جمعوا لي المحسنين باش ياخذ، خاصنا نجمعوا ليه ولد الحرام الله ياخذ فيه الحق. واحد القضيه نشوفوا حنا نقدروا نعايروا بعضياتنا في اليوتيوب، مثلا نقول لي المفرقع نقول لي المسخ نقدر نقولها، ولكن شي ابتلاء من عند الله راه ما نقدروش نعايروا واحد الانسان نقول لها العاقره راه حشومه عيب وعار. 2022 وراجل بولاد وكبير يا حسره ماشي واحد صغير، الجهل 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 الصراحه. وخارج تقول العاقره، العاقره وقفت مع الزوجه ديالك مريم اللي كتمعني على ديك المساعده ديالها، راه الناس مراتك لقات الخير في البراني وقف معاها، ما لقاتوش فيك انت يا الشماته، وما لقاتوش في ولادها اللي ولدته من كرشها. انا تنقول يا ربي، انا تندعي الله يعطيني وليدات، ولكل وحده تتمنى ما يحرمهاش ربي من كلمه ماما. ولكن ولكن هذوك الماطا، ولكن الا كانوا بحال هذوك الولاد ناقص منهم. وشوف بصراحه دابا كنتي واحد كتلقاي والد 10 الاولاد، 10 الاولاد كامل مساخط معاه، وكتلقاي واحده مسكينه ما ولدتش مثلا صبرات شي 10 سنين وتبنات شي واحد، كتلقى فيه الخير هذاك اللي تبناته كيدير فيها الخير وكيهزها، واحد اللي والد 10 من كرشو ما كيديروش فيه الخير. وانت الحمد لله انت والزوج ديالك راك باقي صغار، ماشي شي وحده كبيره، باقي صغارين وتمشي لاوروبا. اسمح لي خي ياسين قطعتك، مشينا لاوروبا دوزنا شهر تمايا، وحنا مشينا للطبيب قالنا الحمد لله ما عندك والو، وباقيين صغارين، وإلا ما كانش مكتبه شي حاجه علاش لا، ماشي مشكل الحمد لله، اي حاجه من عند الله حنا قابلين عليها وتنحمدوا عليها الله. انا صحيحتنا انا بحال اللي قلت لخي ياسين، قلت له شوف انا داخله لهذا اليوتيوب ما داخلاش نبكي
ولا نسى. انا ما كرهتش انا القناه ديالي تكبر، ما نكذبش على الله، ولكن انني ما واقفاش على فلوس اليوتيوب. غادي نقولوا ما عنديش باش نعيش ولا ما عنديش ما ناكل ما نشرب، ولكن هذا اليوتيوب هذا بغيت نعمر به وقتي صراحه. هذا اليوتيوب كنت ندخل تنتفرج القنوات اللي هما فرحتي. متبعاني من شحال هذه انا متبعه ياسين، متبعه طامو الفرشه تحيه ليه كبيره، متبعه سعاد، متبعه امي نائمه تحيه ليها كبيره، تحيه للقنوات كاملين. ربما الا بقيت نهضر غادي ننسى السميات ديالهم. باش تعرفوا كانت متبعه القنوات من شحال هذه، تحيه ليه كبيره كاملين بهم متبعاهم. وقلت علاش لا واحد النهار قلت لراجلي واش نعمل انا القناه، ديجا كانوا عاملين الاول اختي ما كملوش عليها، قلت واش نعمل القناه باش نعمر بها وقتي ونشارك اليوميات ديالي اللي هما زوينين ونشاركهم مع المتتبعين ديالنا. ولكن باش غادي يخرج واحد ويعايرك ويقول لك انتينا ما تتولدش انتينا بحال اللي تيقولوا الناس اخرين، انت عاقره راه حشومه هادشي، هادشي هذا حنا مسلمين ما خصناش نقولوه لبعضياتنا ونجرحوا بعضياتنا. الا قالوا لك انت سداري بوكريشه فعلا انت كانت عاجبك، الا قالوا لك بودلاحه خصك دير تعمل للريجيم. اي ولكن شي حاجه ديال ربي ما خصوش الواحد يعيش. الحاجه ديال ربي عمر الانسان ما خصو يعيب فيها، الابتلاء من عند الله ماشي من عند العبد. ولكن الله يخذ فيك الحق، انا تنقولها في القناه ديال ياسين، انا ماشي شريره، انا راه واحد الانسانه طيبه وماشي تنشكر الكراسي، ولكن الله يخذ فيه الحق، الله يخذ فيه الحق. واحد المشكل عندنا حنا الصراحه، باقي عندنا حنا سيغتو حنا الدول العربيه، شي وحدين شي كوبل ما كيولدوش الا عاقره، ما كيقولوش مثلا راجل او لا، هذه ماشي عليك انت بصفه عامه، كيلوموا اغلبيه الزوجه، وعندنا مجتمع ذكوري بلا قياس. وكاين اسمح لي قطعتك ياسين اخي، كاين المتتبعات ديالي عفوا انني الغدرات ناكلها شويه، كاينين الناس اللي باغيين حتى يوصلوا لشي حاجه باش هذوك الوليدات من يجيو يلقاو واحد الحياه فعلا مرتاحه، يقراو يتعلموا، ماشي نوضو يعملوا اليوتيوب، ماشي نوضو يعملوا الفضائح، ماشي انه يلقاو التربيه ناقصه، يلقاو التعليم ناقص، يلقاو ان والديهم ما عندوش الفلوس. راه بزاف الناس اللي تنعرفوا باقين ما بغاوش يولدوا، دابا تيقولوا لي فاطمه زهراء اختي خصنا تنكونوا راسنا، خصنا تنعملوا الدار، خصنا تنعملوا تنعملوا. انا عندي واحد صاحبتي 5 سنين هي مجوجه وكانت تدعي الله يعطيها ربي وليدات، هاد اليومين فاجاتني بخبر واعر، قالت لي رانا حامله دابا بشهرين فردوس الصديقه ديالي، وفرحت هذه فرحه ليا كبيره اخي. الله يسهل عليها، الله يسهل لك انت ان شاء الله، والله يفرحك كما فرحتي، وان شاء الله غادي يفرحك الله. امين. مادام قلبك زوين وغادا بنيتك. المتتبعين ديالك يدعيو معايا. شوفوا الناس المتتبعين ديالي اللي عزيز عليكم ياسين فلوغ، كتحبوني بغيتكم كاملين في التعاليق. دعوا معايا هاد السيده الله يجيب ليها التوام، ودخلوا عندي كومنتات زوينين شجعوني، دخلوا عند القناه يوميات فاتي فلور غتلقاو في اول تعليق، وبغيتكم كاملين تدعوا معاها من قلبكم عافاكم الله يجيب ليها التوام. حنا ما بغيناش لا واحد التوام في الدقه الاولى، باش نربيوه في دقه واحده ولات ثلاثه، ولات ثلاثه دقه واحده، ما شاء الله تهنا ان شاء الله. اللي فيها الخير الله ياتي بها، ياتينا الله بها، واللي ما فيها خير الله يبعدها علينا. وهادشي اللي غادي نقول لكل المتتبعين ديالنا، تنحماق عليكم، تنحماق على المتتبعين ديال ياسين وديالي انا، وشكرا لكم بزاف. ان شاء الله غتشوفوا الفيديو قناه يوميات فاتي، تصورت مع واحد الفيديو وتحطه في لاشين ديالها يوميات فاتي بلوغ، هجموا على كاملين وكاملين 5 تعاليق من طرف ياسين. وتحية لكم كبيرة أخوتي، وبسلامة عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. وهنا غادي نقول لكم شكرا وبسلامة عليكم، باي باي.